طب بلاش، شوفوا اللي بيحصل حوالينا واتكلموا فيه. طب اقول لحضراتكم خبر عشان يمكن تتكلموا فيه النهارده. الكاف اعلن في بيان رسمي بدء التحقيق مع سامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني في اتهامات بالفساد والتلاعب. الموضوع اهو نطلع نتكلم فيه، وسامويل ايتو ده اسم كبير واسم، يعني مش عايز اقول لحضراتكم الحكايه، يعني اقول لكم بسرعه، يعني ان من فتره قريبه شهر ونص تقريبا الاتحاد الكاميروني اعلن عن ايقاف واحاله 24 حكم للتحقيق، منهم حكام دوليين بسبب التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات. خلاص تمام. بعدها بفتره قصيره الاسبوع اللي فات تم تسريب، او من اسبوعين تم تسريب مكالمه لسامويل ايتو مع رئيس احد الانديه بيتكلموا فيها ان هو هيساعده ان هو يصعد من الدرجه الادنى للدرجه الاعلى. والمكالمه دي تم تداولها في المواقع والقنوات في الكاميرون وفرنسا. النادي ده يعني كان في الدرجه الثانيه وعاوز يصعد للدوري الممتاز الكاميروني، وكان بيحتل المركز قبل الاخير في الدوري الكاميروني. بس المفاجاه نهايه الموسم النادي ده تصدر الدوري وصعد. النهارده الكاف بيعلن عن في بيان رسمي يعني إن عدد من أصحاب المصلحة في الكرة الكاميرونية تقدموا بشكاوى رسمية ضد سامويل إيتو، والكاف أيضا قال في بيانه أن الاتهامات تبدو خطيرة جدا. سامويل إيتو من المفترض أنه بريء إلى أن تقرر جهات التحقيق غير ذلك. الكاف اختتم بيانه بأنه مش هيصدر بيانات تانية لحين انتهاء التحقيقات. طيب انا مش هعلق على الخبر، انا بس قلت اعرضه على حضراتكم لانه موضوع مهم في كره القدم الافريقيه وبنعاني منه الحقيقه، قد نكون بنعاني منه.